السلام عليكم وحياكم الله في مقطع جديد من توب 10. وفي هذه الحلقة راح نتكلم عن أكثر 10 أجهزة نزلت عليها ألعاب، وأيضا في هذه الحلقة استثنينا البي سي والأجهزة المحمولة. فخلينا نبدأ. بعد النجاحات الكبيرة لجهاز العائلة من نينتندو، أصدرت نينتندو جهازها الثاني مع جيل 16 بت وصدور الجهاز السوبر نينتندو. الجهاز اللي صدر بعام 1990 في اليابان وخارج اليابان 91. الجهاز واصل تحقيق النجاحات بقدراته الأكبر التي سمحت له بالحصول على أقوى ألعاب صالات الأركيد وقتها مثل ستريت فايتر، موتل كومبات وغيرها من العناوين التي ضمنت لهذا الجهاز الحصول على واحد من أقوى مكتبات الألعاب بالتاريخ. ماريو وولد وزيلدا وستريت فايتر دونكي كونغ وكونو تريجر وغيرها من العناوين جعلت هذا الجهاز مثالا قويا للأجهزة الكلاسيكية القابلة للعب حتى بيومنا الحاضر. وعدد الألعاب اللي نزلت على الجهاز هو 783 لعبة. حاولت سيجا كثيرا في المنافسة في سوق الألعاب المنزلية، وفي عام 1989 أصدرت سيجا جهازها 16 بت باسم سيجا جينيسيس، وكان المنافس لجهاز السوبر نينتندو مع ألعاب مثل سونيك وجولدن إكس وستريت أوف رينج وغيرها من العناوين. قدمت سيجا نفسها بشكل قوي جدا على الأجهزة المنزلية، ونافست نينتندو بقوة بالأسواق الغربية مع الكثير من الإعلانات التلفزيونية المستهزئة للنينتندو. الجهاز باع قرابة 30 مليون ونزل عليها 915 لعبة. جهاز الاكس بوكس الاول واول دخول لمايكروسوفت لعالم وسوق الالعاب، وصدر جهاز الاكس بوكس في عام 2002 بعد بلاي ستيشن 2 بسنه، وكان الجهاز قوي ولكن لم يتمكن من منافسه بلاي ستيشن 2. من اهم الحصريات اللي نزلت على الجهاز هي هيلو وفورزا وكمان فيبل وغيرها الكثير، ونزل 1045 لعبه على الجهاز. ثالث اجهزه مايكروسوفت منذ دخولها لسوق الالعاب، والجهاز اللي صاحب صدوره ضجه كبيره ادت الى تغييرات كبيره اداريه في قسم الالعاب في مايكروسوفت. الجهاز كان يحاول يقدم فكرة يكون فيها شخص متصل بالإنترنت طوال الوقت، لكنها ما لقت أي استحسان لدى اللاعبين، وبالتالي مايكروسوفت غيرت توجهها وبدأت إعادة ثقة اللاعبين تدريجيا. الجهاز لازال مستمر إلى الآن ضمن الجيل الحالي، صدر عليه ألعاب كثيرة رائعة مثل فورزا هورايزن 3 وجيرز أوف وور 4 وهيلو 5، ولحد الآن يحتل المركز السابع بصدور 1426 لعبة عليه. الجهاز الثورة من نينتندو الذي غير كثير في مفهوم الناس لألعاب الفيديو. لم تكن دائرة حياته طويلة، لكن الجهاز نجح بشكل باهر بين الناس وادخل الكثيرين إلى عالم الفيديو رغم عدم اهتماماتهم سابقا. الوي قدم اسلوب تحكم الموشن او الحركة الثوري، ومعها شفنا ألعاب كثيرة بأفكار جديدة، ومنها لعبة وي سبورت التي تعتبر احد اكثر ألعاب مبيعة في التاريخ، وايضا ألعاب اسطورية تعتبر من الافضل في التاريخ مثل لعبة ماريو جالكسي بجزئينها. الجهاز صدر عليه 1528 لعبة مختلفة ويحل معنا اليوم في المركز السادس. جهاز مايكروسوفت الثاني الاكس بوكس 360، الجهاز اللي صدر بعام 2005 مع اكثر من 70 مليون جهاز مباع عالميا ويحتل في المركز الخامس بهذه القائمه. مايكروسوفت قدمت نفسها بشكل قوي في هذا الجيل بالتوجه لمحترفين الالعاب ببدايته مع العاب مثل هيلو وجيرز اوف وور والان ويك ولوس اوديسي وغيرها الكثير من الحصريات. وصدر الجهاز قبل المنافسين بعام كامل، وعدد الالعاب اللي نزلت على الجهاز هو 1958 لعبه. جهاز البلاي ستيشن 4 اللي نزل في عام 2013 وإلى اليوم هو المسيطر على السوق في هذا الجيل من ناحية المبيعات. الجهاز قدم لنا ألعاب جميلة مثل بلودبورن وانشارتد وهورايزن زيرو دون وبرسونا 5، وأيضا 1705 ألعاب قابلة للتحميل واللعب، ويعتبر عدد ضخم لجهاز عمره 4 سنين. خليفة البلاي ستيشن 2 بسوق الألعاب صدر بعام 2006 بسعر مرتفع مع استخدام أول اسطوانات بلوراي ومعالج قوي جدا. أكيد سوني كانت ناوية بتحقيق نجاحات قوية في هذا الجيل مع منافسة شرسة من مايكروسوفت مع ألعاب مثل انشارتد وهيفي رين وجود اوف وور ومتل جير 4 وثلاست اوف اس. لا شك بأن الجهاز السوني حصل على نصيبه من الألعاب الحصرية القوية. الجهاز باع حتى الآن 70 مليون جهاز حول العالم ونزل عليه 1766 لعبة. جهاز بلاي ستيشن 2 والجهاز اللي كان البداية لدخول الكثير من اللعيبة لسوق الألعاب حين صدوره بعام 2000 مع ظهور الكثير من العناوين الجديدة والنجاحات الكبيرة، والأهم من ذلك التنوع الكبير جدا بمكتبة الألعاب، تجعل بلاي ستيشن 2 الثاني بالقائمة ونزل على الجهاز 2519 لعب ألعاب مثل متل جير سوليد 2 وديبل ماي كراي وفاينل فانتسي اكس وإيكو وجراند تريزمو وجي تي اي وغيرها من العناوين، تجعل بلاي ستيشن 2 تحصل على مكتبة مرعبة من الألعاب الممتازة. وصلنا للمركز الأول، وأعتقد أغلب المشاهدين توقعوا أن البلاي ستيشن 1 في المركز الأول وليس بفارق كبير عن المركز الثاني، وعدد الألعاب اللي نزلت على الجهاز هو 2523 لعبة. والحمد لله أنه جهاز البلاي ستيشن 1 وبلاي ستيشن 2 كان في وقتها الألعاب التقليدية، كان الواحد يقدر يشتري 100 لعبة ب1000 ريال، الآن تشتري 3 ألعاب ب1000 ريال. الله يعيد أيام زمان ولا ننسى أهم الألعاب اللي نزلت عليه مثل متل جير سوليد وجراند تريزمو وريزنت إيفل وفاينل فانتسي 7 وكراش وبيبسي مان وغيرها الكثير مما يجعل هذا الجهاز أسطوري.
وكذا نوصل لنهاية المقطع. إن شاء الله المقطع عجبكم، إذا عجبكم لا تنسون الضغط على اللايك وأيضا الاشتراك في القناة، وإذا لا تنسون تروحوا تشوفوا المقاطع الثانية حق توب 10 وخمس أشياء والتحديات، في فيديوهات كثيرة في القناة، دور حتلقى أشياء تعجبك. يلا كان معكم أخوكم عمران حازمي، يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.